الثانية عشر ظهرا في القاهرة، موعد نشرة شاملة تأتيكم من القاهرة الإخبارية. أهلا بك. أهلا بك رعد، أهلا بكم مشاهدينا، والبداية بأبرز العناوين. إيران تعلن مقتل جنديين اثنين خلال الهجمات الإسرائيلية. مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤكد عدم مشاركة واشنطن في الهجمات على إيران. 800 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على المناطق الشمالية في قطاع غزة على مدار 22 يوماً. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الجيش الإيراني أعلن مقتل جنديين اثنين خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على البلاد. قال بيان للجيش أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا. كما أكد الجيش الإيراني أن إسرائيل نفذت هجمات على أجزاء من المراكز العسكرية واعترضتها منظومة الدفاع الجوي. كما دعا البيان المواطنين الإيرانيين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تروج لها ما وصفها بوسائل الإعلام المعادية. هذا وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر محدودة. يأتي هذا فيما أكد محسن رضائي رئيس مجلس حماية مصالح النظام الإيراني أنه لم يكن مؤثراً. على صعيد متصل، أفاد إعلام إيراني بأن سياسة طهران بشأن العدوان هي الرد المناسب دون تسرع. وذكرت تقارير إعلامية أن طهران أكدت أنه لا يمكن تجاهل العدوان الإسرائيلي بغض النظر عن ضعفه وسعي إسرائيل إلى تضخيمه. من جانبها، أعلنت إيران أن دفاعاتها الجوية نجحت في رصد العدوان الإسرائيلي والتصدي له على الرغم من الأضرار المحدودة، في حين أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مسؤول بأن ادعاءات الاحتلال بمشاركة 100 طائرة عسكرية في الهجوم كاذبة تماما، وأن إسرائيل تتطلع إلى تضخيم هجومها العنيف أو الضعيف. وأشار الدفاع الجوي الإيراني إلى أن إسرائيل هاجمت مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام. وفي هجوم مباغت، ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي نفذته مطلع شهر أكتوبر الجاري. وبعد سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة طهران، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ عدة موجات هجومية. كما كشف جيش الاحتلال أنه استهدف عدة مواقع استراتيجية جنوب وشرق وغرب العاصمة طهران، تضمنت مواقع لتصنيع صواريخ ومسيرات وأنظمة دفاع جوية. مزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميلة بسنت أكرم. الرد الإسرائيلي على هجوم إيران مطلع شهر أكتوبر على مواقع إسرائيلية يبدو أنه كان رمزياً ويحمل في طياته رسالة إلى طهران برصد مواقع استراتيجية معينة. في البداية أعلن عن دوي أصوات انفجارات في العاصمة طهران، وما بين نفي وتأكيد أعلنت إيران أنه لا يوجد أي حوادث أو استهدافات، وأن الانفجارات ناتجة عن الدفاعات الجوية والتي من الواضح أنها تصدت لضربات معادية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن شن هجمات وصفها بالدقيقة على إيران بأكثر من 100 طائرة ومسيرة استهدفت غرب وجنوب غرب طهران، كما كشفت مواقع إسرائيلية مشاركة طائرات F-35 في الهجمات. إيران في البداية نفت حدوث أي أضرار أو ربما هجمات مؤثرة على مواقعها، بينما أكد مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم تم تنفيذه على عدة مراحل واستهدف مواقع لتصنيع صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وبطاريات دفاع جوية. مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن الهجمات طالت مواقع عسكرية في جنوب وغرب العاصمة طهران، وعلى استحياء قالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجمات طالت بعض المواقع العسكرية بشكل محدود في محيط العاصمة، بينما نفى الحرس الثوري الإيراني أي إصابات لمواقعه. وعقب هذه الهجمات كشفت إيران أن الدفاعات الجوية نجحت في التصدي لهجمات إسرائيل أيضا شرقي طهران، ما يشير إلى أن إسرائيل استهدفت مواقع في جنوب وغرب وشرق العاصمة طهران. وفي النهاية أعلن جيش الاحتلال اكتمال الهجوم بعد شن 3 موجات من الضربات على أهداف إيرانية نجحت في إصابتها. وكشف مسؤولون إسرائيليون أن الهجمات صوبت نحو 20 موقعا استراتيجيا، كما استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل وتشكل في المستقبل خطرا عليها أيضا. رد سريع ودقيق، يبدو أن إسرائيل كعادتها تريد التصريح لإيران بأن مواقعها العسكرية والاستراتيجية هي هدف يمكن الوصول إليه، كما يبدو أنها رضخت لطلبات واشنطن بعدم تحويل الصراع إلى حرب إقليمية باستهداف مواقع نووية أو حتى نفطية. نفت إيران استهداف أي مناطق لإنتاج النفط في البلاد خلال العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في طهران، في حين أعلن مسؤول إيراني أن الإنتاج مستمر كالمعتاد في المصفاة. في الوقت ذاته نقل إعلام أمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لم تستهدف منشآت نووية أو نفطية، وإنما منشآت عسكرية فقط، وكانت كل من الولايات المتحدة وإيران قد حذرتا من أي استهداف لمناطق إنتاج النفط أو المواقع النووية خلال الرد الإسرائيلي على طهران. أعلنت طهران أنها استأنفت الرحلات الجوية بعد تعليق قصير جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية عدة. وقال ناطق باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، قال أن الرحلات عادت إلى طبيعتها عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينتش، وكانت قد أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني في وقت سابق إلغاء جميع الرحلات في المسار كافة. وأظهرت صور موقع الرصد الجوي تجنب الطائرات الأجواء الإيرانية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أكمل توجيه ضربات دقيقة ضد أهداف عسكرية في إيران. وزعم جيش الاحتلال أن طائراته قصفت منشآت
لتصنيع صواريخ واستخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل على مدى العام الماضي. وأضاف أن الهجوم على إيران تم بتوجيه من المستوى السياسي رداً على هجمات طهران ضد إسرائيل. يأتي هذا في حين أفاد صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين بأن الهجوم الإسرائيلي استهدف نحو 20 موقعاً. انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران، وزعم لابيد أنه كان ينبغي أن تدفع طهران ثمنا باهظا على حد قوله، وفي حين تقول إسرائيل أنها هاجمت أهدافا كبيرة وهامة، قللت إيران من تلك الهجمات مؤكدة أنها ضعيفة وتأثيرها محدود. تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا أهلا بك، لو تضعين بداية بتداعيات الضربة الإسرائيلية وفق الإعلام العبري، كيف تلقف تلك الضربة، وخصوصا أن هنالك انتقادات سمعناها من لابيد لهذه الضربة التي لم تستهدف أهدافا استراتيجية مهمة؟ ليس الانتقاد الوحيد، بل كان هنالك انتقاد آخر من زعيم إسرائيل هبتينو أفيغدور ليبرمان، والذي كان قد انتقد هذه الضربة وقال بأن إسرائيل في هذه الضربة التي وجهت إلى إيران تسعى إلى التهدئة وليس إلى ردع إيران ووكلائها عن استمرار الهجمات على إسرائيل ومواطنيها على حد تعبيره. يبدو أن هنالك توجه إسرائيلي كان داخل الحكومة الإسرائيلية سواء من اليمين أو من المعارضة الإسرائيلية بأن تكون أو أن يكون الرد الإسرائيلي قوي أو أن يستهدف منشآت نفطية ونووية حتى تستعيد إسرائيل قوة الردع التي بددتها إيران وفصائل المقاومة طوال هذا العام من الحرب، حرب الإبادة والإسناد من مختلف الجبهات السبعة التي تواجهها إسرائيل كما تقول في كل تصريحاتها السياسية. لذلك حتى اللحظة لا تغييرات كانت قد صدرت من الجبهة الداخلية الإسرائيلية على التعليمات الموجهة إلى الإسرائيليين، وهذا يعني بأن إسرائيل لا تتوقع لا في الساعات القادمة لربما أو في الأيام القادمة بأن يكون هنالك رد من قبل إيران على الرد الإسرائيلي، ولربما هذا ما ذكره موقع ولا الإسرائيلي بأن إسرائيل كانت قد أبلغت إيران عبر طرف ثالث بنية إسرائيل شن الهجوم الليلة أو حتى تحديد المواقع التي ستقوم إسرائيل باستهدافها على حد موقع ولا الإسرائيلي، وحتى أن إسرائيل كانت قد طلبت من إيران بعدم الرد على الهجمة الإسرائيلية، وكأنها تقول بأن هذا الرد الإسرائيلي هو ردا على ما جرى قبل 27 يوم باستهداف إسرائيل ومناطق مختلفة في الصواريخ البالستية. لذلك في كل البيانات الصادرة رسميا، أتحدث رسميا، كانت كلها مفادها رسالة واحدة، أن إسرائيل تهاجم منشآت وقواعد عسكرية ولا استهدافات لمنشآت نفطية أو نووية، وكأنها تحاول تحجيم الرد الإيراني إذا كان سيكون هنالك رد إيراني بسبب كل التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني بأن لإيران حق الرد إذا ما كان هنالك استهداف إلى أراضيها. وننوه أن هذه المرة الأولى التي يكون فيها استهداف مباشر من الأراضي المحتلة إلى إيران، أي ليس عبر وكلاء إيران كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل على العكس نتحدث وفق تقديرات إسرائيلية ومعلومات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية يدعو تحرنات الإسرائيلية وغيرها بأن هنالك 100 من الطائرات الحربية التي والقطع الجوية التي شاركت في هذا الهجوم مباشرة. نتحدث عن طائرات حربية، طائرات دفاعية، طائرات هجومية، طائرات تزود في الوقود، وكل هذه الطائرات كانت قد أغارت كما تقول بيانات الاحتلال على 20 هدفا عسكريا لربما منصات إطلاق صواريخ أرض أرض أو منصات إطلاق صواريخ أرض جو، وكذلك الحال مصانع وقواعد عسكرية يستخدمها وتستخدمها إيران لصناعة الصواريخ التي تهدد أمن إسرائيل على حد بيان هجاري الأخير الذي كان صبيحة هذا اليوم.
هذه العملية استمرت منذ الساعة الثانية فجر هذا اليوم وحتى الخامسة، وتقول البيانات الإسرائيلية بأن كل أسلحة الجو عادت بأمان وسلام إلى إسرائيل، أي أنها لم تتعرض إلى أي مضايقات أو إسقاطات. بالوقت ذاته إسرائيل لا تتوقع أن يكون هنالك رد، لذلك لم تغير في التعليمات، ولكنها أبقت على حالة رفع حالة التأهب والطوارئ في الداخل الإسرائيلي، خوفاً من أن يكون هنالك رد ليس فقط من إيران، بل ربما يكون الرد كما تقول وسائل إعلام إسرائيلية من العراق، وخاصة أنه تزامنا مع الضربة أمس التي كانت فجر هذا اليوم كان هنالك مسيرة قد وصلت من العراق حتى الحدود الشمالية مع جنوب لبنان. لذلك التخوف الإسرائيلي بأن يكون الرد الإيراني سواء من حزب الله، وخاصة بأن قواته تخوض معارك ضارية هناك، أو من سوريا أو من العراق، أو التخوف الأكبر من اليمن، وخاصة أن هنالك العديد من المسيرات اليمنية كانت قد وصلت إلى عقر دار الحكومة الإسرائيلية إلى تل أبيب، وصلت إلى سطح مبنى، تجاوزت أجهزة الرادار ومنظومات الدفاع الجوية وشقت طريقها. أما الخوف الأكبر رعد، وهو أن يكون الرد مشتركا، نعم. أي أن يكون بمشاركة إيران، العراق، اليمن، سوريا، لبنان، وحتى من داخل قطاع غزة المحاصر والذي نعم. ما زالت العمليات هناك. دانا وشمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة لوضعنا في تداعيات الضربة الإسرائيلية على إيران وفق الرؤية الإسرائيلية. أكدت تقارير أمريكية نقلا عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن لم تشارك في العملية الإسرائيلية التي ضربت أهدافا عدة في إيران، وقالت التقارير أن الهجمات الإسرائيلية على إيران تجنبت المناطق السكنية، وأن إسرائيل ركزت ضرباتها على أهداف عسكرية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اطلع في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوف جالانت على مستجدات الضربة الإسرائيلية على إيران. وأضاف البنتاغون أن أوستن أكد على تعزيز وضع القوات الأمريكية بالمنطقة من أجل الدفاع عن الأمريكيين وإسرائيل حسب وصفه. وأشار البنتاغون إلى أن أوستن قام باستيضاح مزيد من التفاصيل بشأن الرد الإسرائيلي على إيران من نظيره الإسرائيلي. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من رام الله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. سيادة اللواء، في البداية أرحب بك، أبدأ معك ربما بدلالة التوقيت الذي اختارته إسرائيل للقيام بهجمتها على أو باستهداف إيران، في رأيك إلى أي مدى، ما الذي في الحقيقة يشير له هذا التوقيت بالذات قبل الانتخابات الأمريكية بعدة أيام من ناحية، ومن ناحية أخرى هل تعتقد أن الوثائق التي سربت من البنتاغون جعلت إسرائيل تغير عقارب ساعة هجومها على إيران؟ يعني أول شيء مساء الخير لك وللكم المشاهدين. أعتقد أنه إيران هذه جاءت في عملية من نتنياهو، جاءت في عملية الردع يعني لإيران، ورسالة لإيران أنه إسرائيل تستطيع الرد في الزمان والمكان المناسبين. اثنين، جاءت هذه العملية لتقوية نتنياهو في داخل الحكومة الإسرائيلية، أنه إسرائيل لديها القدرة على الرد على محور المقاومة، يسمى بمحور المقاومة حسب ما يدعون الإسرائيليين. فبالتالي إسرائيل في هذه الضربة هي أرادت أنه الدعم كمان أن تحصل على الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الضربة كان العديدين من الإسرائيليين أو المحللين الإسرائيليين يتوقعون أن تكون الضربة أكثر قوة وأكثر إلاما لإسرائيل حسب التصريحات الإسرائيلية، ولكن يعني حسب الضربة اليوم أمس التي استمرت لمدة 3 ساعات هي كانت ضربة مناطق محدودة، ولم يكن يعني وليست بهذا الحجم الذي كانت إسرائيل تقول به أنها سوف تقوم بالرد على إيران. إيران بهذه الضربة، إيران اعتبرت أنها ضربة يعني لم تكن موجعة، فبالتالي أعتقد أنه الرد على سوف يكون عليها الرد عبر دول المحور وليس من إيران مباشرة، لأنه هذا بيعتمد كمان كلياته على التدخل الإقليمي والتدخل الدولي لتخفيف من هذا الحد.
طيب يعني قبل أن نأتي لهذه النقطة ونقطة الرد الإيراني سيادة اللواء، يعني دعني أقتبس من أفيغدور ليبرمان ما قاله، هو وصف هذه الضربة الضربة الإسرائيلية بأنها ضربة تسعى إسرائيل من خلالها وكأنها تسعى إلى التهدئة وليس إلى الردع. يعني عادة يعني قبل التهدئة تكون هناك ضربة، يعني لأن إسرائيل تعتبر أنها استطاعت الرد على إيران، فبالتالي ردت على الضربة الإيرانية على تسعى للتهدئة. أعتقد أنه حسب التدخل الدولي، أعتقد أنه الدول الإقليمية والدول يعني الدول الدولية مثل أمريكا وروسيا، أعتقد أنه دخلت على الخط من أجل التهدئة وتهدئة بين الطرفين، لأنه لا تريد حربا إقليمية واسعة. ولكن بالنهاية هذا يعتمد على الرد، يعني لأنه اليوم السبت كما تعلمين في إسرائيل، والإسرائيليين يعني سوف يبدأون تصريحاتهم بعد الساعة 6 مساء، وأعتقد أن الرد سيكون، يعني لا أعتقد أن يكون هناك سوف يكون ردا إيرانيا على هذه الضربة إلا عبر الوسطاء، لأنه على ما يبدو لا يوجد مؤشرات حقيقية حتى الآن باتساع رقعة الحرب الإقليمية. فبالتالي هناك توافق دولي انه بتهدئة الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط. نعم، طيب سيادة اللواء، بالرغم من التصريحات الإسرائيلية بأنها من خلال هذه الضربة استطاعت تحييد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ولكن كان هناك يعني صور كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من وكالات إيرانية تظهر أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وهي تسقط الصواريخ الإسرائيلية، كما كذبت أيضا حديث إسرائيل أن هناك 100 طائرة حربية شاركت في هذا الهجوم على إيران. إلى أي مدى هذا أيضا، يعني إذا كان الداخل الإسرائيلي بحد ذاته ينظر أن الضربة كانت ضعيفة، ماذا عن المجتمع الدولي؟ كيف سينظر الجميع لهذه الضربة؟ وهل سيغير النظرة حول جيش الاحتلال وفزاعة أنه جيش لا يقهر وأن ضرباته دائما قاسمة؟ يعني لا أعتقد أنه استطاعت تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية، لأنه إيران دولة كما تعلمين دولة يعني مساحتها شاسعة ولديها قدرة عسكرية قوية، ولكن إسرائيل الأماكن التي ضربتها في أماكن محدودة، ولكن حسب الإذاعة الإيرانية وحسب المحللين الإيرانيين أنهم استطاعوا الرد على يعني على هذه الصواريخ ومقاومة هذه الطائرات الإسرائيلية، بدليل أنه الآن داخل إيران المطار مفتوح، الوضع طبيعي عاد إلى طبيعته في طهران. لو تأثرت طهران بهذه الضربة لكان يعني لرأينا حالة الاستنفار وحالة التأهب في إيران، ولكن على ما يبدو أنه إسرائيل أرادت من هذه الضربة فقط لا غير، نتنياهو أراد وتقوية نفسه في داخل الحكومة والحصول على المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة، وتأتي هذه الضربة عشية الانتخابات، يعني الانتخابات في 5 نوفمبر، يعني باقي يعني 10 أيام فقط لا غير. فبالتالي لا يريد نتنياهو ولا الولايات المتحدة توسيع دائرة الحرب الآن، ولكن هي رسالة واضحة لإيران، إذا استمريت بهذا الضرب لدينا القدرة ولدينا الطائرات، ممكن أن نضرب أكثر، يعني نضرب يعني أكثر أماكن عمقا في داخل إيران ومناطق عسكرية أكثر. شكرا لك جزيل الشكر من رام الله، اللواء حابس الشروف ومدير معهد فلسطين للأمن القومي، شكرا جزيلا لك. حتى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلا من إسرائيل وإيران على ضبط النفس، ودعا ستارمر إيران إلى عدم الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير. أعلنت الدفاعات الجوية السورية تصديها لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى في البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية، مستهدفا بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى، مضيفا أن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ الاحتلال وأسقطت عددا منها، كما أشار إلى أن العمل لا يزال جاريا على تدقيق نتائج هذا العدوان.
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الدولي الإنساني الدولي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكن، حيث حذر الوزير المصري من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية. كما ندد وزير الخارجية باستمرار التجاوزات الإسرائيلية وانتهاكها للسيادة اللبنانية. نتحول الآن إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. قطاع غزة في حالة إنسانية. بطل في أمل، يئسنا. أكد إعلام فلسطيني أن العدوان الإسرائيلي على المناطق الشمالية للقطاع قطاع غزة أسفر عن 800 شهيد. وقالت التقارير أن ضحايا القصف والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال سقطوا على مدار 22 يوما من العدوان والعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مدن شمالية قطاع. هذا وأفاد إعلام فلسطيني بأن جيش الاحتلال يواصل عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية شمالية قطاع غزة. وبحسب تقارير إعلامية فإن عمليات التجريف الواسعة النطاق شمالية قطاع غزة توحي بالعمل على إنشاء منطقة عازلة وتضييق المساحات المفتوحة أمام الفلسطينيين الذين ما زالوا يقيمون في المنطقة بهدف إجبارهم على النزوح، ما يضطرهم من الفرار مرارا خصوصا في مخيم جباليا. هذا ولا يزال ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرين في الشمال حسب الأمم المتحدة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال اعتقل الأطباء كافة في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، إضافة إلى عدد من الجرحى والمرضى. وقالت الصحة الفلسطينية في بيان لها، قالت إن الاحتلال يحتجز النساء في إحدى الغرف داخل مستشفى كمال عدوان بدون ماء أو طعام. وناشدت الصحة الفلسطينية المؤسسات الدولية والأممية كافة بالتدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة في مستشفى كمال عدوان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من خان يونس بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، أهلا بك. بداية ضعنا في حال الشمال إلى ما وصل، خصوصا وأن ما زال هنالك 400 ألف شخص عالقون في أراض يتم تجريفها من قبل جيش الاحتلال. تحية لكم. يعني الشمال يشهد عملية إبادة وجريمة مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار 22 يوما الماضية. بدأ بالتوغل الإسرائيلي الذي استهدف منطقة جباليا في شمال قطاع غزة، ومن ثم توجه هذا التوغل وهذه الآليات باتجاه مدينة بيت لاهيا وبيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة، لتقوم بفصل محافظة الشمال عن باقي محافظات قطاع غزة. القصف الإسرائيلي من الطائرات الحربية الإسرائيلية للمربعات السكنية في تلك المحافظة لا زال مستمرا. المدفعية الإسرائيلية لا زالت تقوم بقصف وتدمير المنازل والمنشآت والمناطق الحيوية في شمال قطاع غزة. من أهم هذه المناطق هي آبار المياه بهدف الضغط على الفلسطينيين الذين يصرون على البقاء في شمال قطاع غزة للرحيل والنزوح من
من تلك المناطق باتجاه مناطق أخرى في قطاع غزة. صبيحة هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وهو المستشفى الوحيد الذي لا زال يعمل في شمال قطاع غزة، حيث اعتقلت الكادر الطبي والعاملين في داخل هذا المستشفى، ومن ثم أفرجت عنهم وأجبرتهم على النزوح باتجاه مدينة غزة. قبل قليل وصلوا إلى مستشفى وعيادة الشيخ رضوان في مدينة غزة، وهذا يعني بأن مستشفى كمال عدوان هو الآخر بدأ ومتوقفا عن العمل، ولم يتبقى في داخل هذا المستشفى سوى الدكتور حسام أبو صفية مدير هذا المستشفى، مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وبالتالي بات الشمال أيضا فارغا من المستشفيات ولا يستطيع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمن يصاب أو يعني يمرض في شمال قطاع غزة. أيضا طواقم الدفاع المدني أجبرت على النزوح من شمال القطاع، حتى السيارة الوحيدة التي كانت تمتلكها طواقم الإغاثية في شمال قطاع غزة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها وتدميرها، وبالتالي لم يتبقى أمام الفلسطينيين الذين يقطنون شمال قطاع غزة لتلقي الخدمات الإغاثية أو الطبية أحد في تلك المناطق بسبب هذا العملية وهذه العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة بحق شمال قطاع غزة. يعني بشير، هذا واقع شمال قطاع غزة، حتى قبل يومين كان هنالك توقف تام حتى لفرق الدفاع المدني، أعلنوا بأنهم يعني قد فقدوا كل إمكانياتهم لتقديم أي خدمة للدفاع المدني في تلك المنطقة. هذا واقع الشمال، ضعنا في صورة واقع الوسط والجنوب لهذا اليوم. يعني دعنا نبدأ بالحديث من مدينة غزة، حيث تعرض حي الشيخ رضوان وهو يقع ضمن إطار المنطقة الشرقية لمدينة غزة، تعرض إلى قصف إسرائيلي من الطائرات الحربية الإسرائيلية لأحد المنازل في داخل هذا الحي، دمر المنزل بشكل كامل، هناك شهيد على الأقل وعدد من الإصابات، بالإضافة إلى تضرر واسع في مجموعة من المنازل المحيطة في هذا المنزل المستهدف. أيضا في المحافظة الوسطى نتحدث عن مخيم البريج الذي لا زال يشهد قصفا مدفعيا عنيفا باتجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج، أيضا إطلاق نيران من الطائرات المسيرة باتجاه المواطنين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد فلسطيني. كذلك توغلت بعض الآليات في المنطقة الشرقية لمخيم البريج وقامت باعتقال عدد من المواطنين في تلك المنطقة. كذلك الحال في منطقة الزوايدة، بلدة الزوايدة ضمن إطار المحافظة الوسطى تعرضت إلى قصف من المسيرات الإسرائيلية باتجاه مجموعة من المواطنين، استشهد مواطن على الفور وأصيب عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. مخيم النصيرات الذي يقع في المنطقة الغربية الشمالية للمحافظة الوسطى لا زال القصف المدفعي باتجاه تلك المنطقة متواصل بشكل كبير وعنيف. أيضا نتحدث هنا عن المحافظات الجنوبية، حيث مدينة رفح التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية موسعة منذ 6 مايو الماضي، نتحدث عن ما يزيد عن 5 أشهر من هذه العملية المدفعية الإسرائيلية والآليات المتوغلة في هذه المدينة، قامت صبيحة هذا اليوم بإطلاق القذائف من الآليات العسكرية الإسرائيلية بشكل عشوائي باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، فيما فتحت أيضا نيران أسلحتها من الرشاشات الثقيلة باتجاه المواطنين ومنازلهم في غرب مدينة رفح، الأمر الذي أدى إلى حالة من الذعر والخوف في صفوف هؤلاء الفلسطينيين الذين يقطنون منطقة المواصي وهي المنطقة القريبة والمجاورة لتلك الآليات العسكرية الإسرائيلية المكتظة بكل النازحين من كل قطاع غزة. على كل حال أنا أشكرك شكرا جزيلا حتى الساعة بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس على هذه التفاصيل، شكرا لك. يستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي التجويع سلاحا آخر لقتل الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدهم في قطاع غزة، وتتواصل حلقة التجويع في ظل منع الاحتلال وصول المساعدات الغذائية الكافية إلى القطاع، إضافة لاستهداف مخازن الغذاء والمخابز وشاحنات المساعدات والمخابز.
جوعى الذين ينتظرون دورهم للحصول على المساعدة. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من معبر رفح عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. عبد المنعم في البداية أرحب بك، ضعنا في الصورة، يعني منذ أشهر حتى هذه اللحظة لا تدخل العديد والكثير جدا من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما هي آخر الأخبار عندك والتفاصيل؟ أهلا فيروز، منذ أشهر وإسرائيل تقطر المساعدات الإنسانية والإغاثية وتعمل على شح هذه المساعدات التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية وبالتحديد ذلك القطاع المحاصر قطاع غزة الذي يشهد حصار مطبق تفرضه عليه آلة الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، وزاد هذا الحصار وهذا الخناق بعد أن احتلت إسرائيل منفذ رفح من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكرية تدير منها عملياتها في جنوبي القطاع وحالة دون دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من معبر رفح البري، وكذلك أيضا خروج المصابين والجرحى من قطاع غزة للعلاج في مصر أو للدول المجاورة. هذا هو الحال منذ أن احتلت إسرائيل منفذ رفح من الجانب الفلسطيني في 7 مايو وحولته إلى ثكنة عسكرية شحت المساعدات الداخلة إلى القطاع في الأشهر الأخيرة، تحديدا في شهري أغسطس وكذلك شهري سبتمبر شحت فيها هذه المساعدات بشكل كبير كما أوضحتي، ولم تدخل أي مساعدات من معبر رفح البري من منذ 7 مايو حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها، ومنذ أن تحول العمل إلى منفذ كرم أبو سالم الذي يعمل بآلية شبه معقدة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية تقلص دولة الاحتلال أيام عمل المنفذ وبالتالي تقلص أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم الذي بالأساس فيروز تدخل من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مؤقت إلى قطاع غزة بناء على الاتفاق الذي كان قد حدث بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي. فاليوم على سبيل المثال لليوم الثالث على التوالي تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول أي نوع من أنواع الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية وحتى شاحنات الوقود الذي نفذ بالفعل في عدد من مستشفيات قطاع غزة، نتحدث عن تحديدا مستشفى كمال عدوان قبل اقتحام قوات الاحتلال لها أمس نفذ الوقود وقامت قوات الاحتلال بضرب محطة الأكسجين بالإضافة إلى مزودات الخدمة للطاقة الشمسية في المستشفى، وبالتالي نتحدث عن شح هذه المساعدات من هنا من هذه البقعة الجغرافية التي نرصد منها آلية تدفق هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. إسرائيل لليوم الثالث على التوالي تمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الأزمة الإنسانية الحقيقية التي يعيشها سكان القطاع المحاصر، أزمة فيما يتعلق بنقص الدواء ونقص المستلزمات الطبية بالإضافة إلى نقص الغذاء. إلى أن نجم عن ذلك هناك أكثر من 3500 طفل من أطفال غزة أصبحوا يواجهون شبح الموت أمام أعين أهليهم وذويهم بسبب سوء التغذية الحاد نتيجة نقص الإمدادات الغذائية، وأيضا شحت هذه المستلزمات الطبية داخل قطاع غزة بفعل العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال على منفذ كرم أبو سالم الذي تدخل من خلال هذه المساعدات، تفرض دائما دولة الاحتلال عراقيل مستمرة على المستهلكات الطبية وعلى الأدوية وكذلك المستلزمات الداخلة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى تقطيرها وتقليصها لأعداد الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة. أما المشهد هنا في الجانب المصري لازالت الشاحنات متكدسة وهي في ازدياد، متكدسة هذه الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية في الجانب المصري، وتمنع دولة الاحتلال عبور الشاحنات الإنسانية بشكل كاف وآمن إلى سكان قطاع غزة. هذه أبرز ما لدي من تفاصيل، أعود إليك فيروز. شكرا لك من معبر رفح من الجانب المصري عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. من العاصمة بيروت عبر شهر
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 3 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة الشعيتية في صور جنوبي البلاد. وفي السياق نفسه قالت الوكالة أن جيش الاحتلال نسف عددا من المنازل في بلدة العديسة في الجنوب اللبناني. قال إعلام لبناني أن طائرات الاحتلال شنت غارات على مجرى نهر الليطاني ومرتفعات بلدة سجد جنوبي البلاد. لمزيد من التفاصيل حول العدوان الإسرائيلي على لبنان تنضم إلينا من بيروت فاطمة رسلان مراسلة القاهرة الإخبارية. فاطمة صباح الخير، بداية ضعينا في آخر التفاصيل الميدانية إن كان هنالك من استهدافات للمناطق الجنوبية وإجمال الاستهداف أيضا لبيروت أو مناطق الشمال. صباح النور. نعم، سلسلة الاستهدافات في جنوب لبنان وأيضا في بيروت لا زالت مستمرة. ولافت في الأمر أن ما حصل اليوم في بلدة العديسي الجنوبية المتاقمة للحدود اللبنانية الفلسطينية، يعني كان هناك تفجير لعدد كبير من المباني السكنية في هذه البلدة، حيث شعر سكان المنطقة ويعني المنطقة القريبة من هذه البلدة في بهزة، وقد يعني اختلط عليهم الأمر وشعروا أن ما حصل هو هزة يعني ربما بمقياس 5 على يعني على مقياس ريختر. وامتد هذا الشعور إلى بعض المستوطنات المتخمة للحدود، إلا أنه وبعد التدقيق تبين أن ما حصل هو التفجير لهذه الأبنية السكنية والتي استعمل فيها يعني عدد كبير من المتفجرات بأوزان ثقيلة جدا. هذا وتم يعني استهداف العديد من المناطق في جنوب لبنان، منها البيزورية، الريحان، ميفدون، العيشية، وأيضا بلدة تفرج التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي منذ دقائق، وأيضا بلدة قانا حيث قامت مسيرة إسرائيلية باستهداف سيارة كانت على جنب الطريق بصاروخين، ولم يصدر حتى هذه اللحظة ما إذا كانت فارغة أم لا. كل هذه الاستهدافات هي مستمرة مع يعني ما كان يحصل في الأيام الماضية. أما من الجبهة اللبنانية ومن الجهة اللبنانية، فمساء أمس يعني أقفل عدد البيانات أو العمليات التي صدرت عن المقاومة برقم قياسي وهو 48 بيان، أي 48 عملية انطلقت من لبنان إلى فلسطين المحتلة والمستوطنات المتخمة وأيضا ربما في يعني قلب فلسطين المحتلة. هذا العدد من البيانات هو يعني هو اختصار للعمليات التي حصلت إن كان يعني على كل الجبهة، إن كان للجنود الذين يقومون بالدخول إلى الأراضي اللبنانية أم في المواقع الإسرائيلية على الحدود أم في الداخل كما ذكرت. أما اليوم فهناك 3 بيانات حتى هذه اللحظة من المقاومة الإسلامية. هذه البيانات كان آخرها استهداف لعدد من الجيوش في عيتاء الشعب، وأيضا هناك بيان لافت منذ بعض الوقت أصدرته المقاومة الإسلامية بأنها قصفت قاعدة جوية في تل أبيب تحديدا. كل هذه التطورات مستمرة على الجنوب بانتظار ما ستؤول إليه التحركات الدبلوماسية الحاصلة هنا يعني في إن كان في لبنان أم في خارج لبنان، حيث أشارت يعني معلومات للقاهرة الإخبارية أن وفد مصري التقى قيادة من حركة حماس في القاهرة للبحث ووقف إطلاق النار في فلسطين ومن ثم الانتقال إلى لبنان ووقف إطلاق النار هنا. وأيضا هناك معلومات عن أن المفوض الأمريكي أمس هوكستين سيصل إلى تل أبيب غدا حاملا معه ربما ما هو جديد، وإذا كانت هناك أمور يعني جيدة أو إيجابية فسينتقل أيضا إلى لبنان لتسليم ما آلت إليه الورقة الأخيرة. أما في بيروت فمساء أمس أيضا الضاحية الجنوبية تعرضت وكما كل مساء لاعتداء من الاحتلال الإسرائيلي بثمانية غارات، 6 منها على حارة تحريك، 1 على الليلكي، و1 على برج البراجنة. من بيروت فاطمة رسلان مراسلة القاهرة الإخبارية، نسأل الله لكم السلامة أينما تكونوا. شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة.
تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وقام رئيس الأركان بالمرور على عدد من نقاط الارتكاز الأمنية على خط الحدود الجنوبية للاطمئنان على منظومة التأمين والحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل المصري. وقد أدار رئيس الأركان المصري حوارا مع عدد من المقاتلين أشاد فيه بتفهمهم لمهامهم والاستعداد القتالي العالي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وقدرتهم على التعامل الأمثل مع كافة المواقف الطارئة، كما أشاد بدورهم في التصدي لأعمال التسلل والتهريب كافة عبر الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. وقام رئيس الأركان المصري بالمرور على منفذ قسطل البري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة. مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، فرض التعادل نفسه بنتائج استطلاعات الرأي خصوصا بين مرشحي الانتخابات الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. ولم ينجح كلا المرشحين في استمالة الناخب الأمريكي حتى اللحظة، على الرغم من السياق غير المألوف الذي صاحب ترشيح هاريس وعودة ترامب للترشح بعد ماراثون قضائي. على بعد أيام من الحسم الصريح في السباق إلى البيت الأبيض، يبدو أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب فشلا في استمالة الناخبين إلى أي منهما وفقاً لاستطلاعات الرأي. هاريس وترامب اللذان كثفا مؤخراً تحركاتهما الدعائية لجذب أصوات غير مضمونة لهما في الولايات التي يقال عنها متأرجحة، ظهرا متعادلين في استطلاع CNN ب47% لكل منهما. ومع اقتراب موعد التصويت في 5 نوفمبر المقبل، فإن ما تظهره استطلاعات الرأي قد يكون مقلقاً لا سيما للرئيس السابق الذي اعتقد أن الفوز على نائبة الرئيس الحالي سهل. هاريس أبدت صلابة في مواجهة ترامب منذ أن حملت شعلة الديمقراطيين في السباق بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، محققة تفوقاً لم يكن يتوقعه الجميع في البداية. لا سيما بعد المناظرة الوحيدة التي جمعتها بالمرشح الجمهوري، الرئيس السابق الطامح للعودة إلى منصب الرئاسة من جديد، عاد من قريب بالضغط على منافستيه بملفي الهجرة والاقتصاد، الثغرتين اللتين يعانيهما فريق الديمقراطيين تحت رئاسة بايدن بفعل التطورات الجيوسياسية العالمية. الجولات الانتخابية في الولايات غير المضمونة للمعسكرين أبقت على المواجهة في المنتصف بين هاريس وترامب دون ترجيح كفة على الأخرى، في ظل قوة الخطط الدفاعية لكل منهما وعدم نجاحة خططهما الهجومية في الأمطار الأخيرة من السباق الانتخابي. اقتصادياً، طالبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيفا البنوك المركزية بالتفكير مالياً في توقيت خفض أسعار الفائدة، ودعت جورجيفا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة بناء قدراتها المالية في الأمد القريب في ظل استنفاد الاحتياطيات المالية وارتفاع الضغوط المالية. قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن رئاسة دونالد ترامب المحتملة قد تشكل تحديات تجارية كبيرة للاتحاد الأوروبي، وخاصة إذا تبنت الولايات المتحدة نهجا أكثر تقييدا للتجارة والاستثمار
والسياسة الخارجية. أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستفاقم تحديات النمو القائمة في أوروبا، وخاصة بالنسبة للاقتصاد الألماني الموجه نحو التصدير والذي يواجه بالفعل تحولات دورية وبنيوية. توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة كييف، مدعوم بفوائد أصول مجمدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا. ووفقا لبيان مجموعة السبع، ستصرف عائدات القرض عبر قنوات عدة لتعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا وإعادة إعمارها، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الجاري. قال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف أن اقتصاد بلاده يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة. أوضح سيلوانوف أن روسيا تتوقع العام الجاري نموا اقتصاديا بنسبة 3.9%، كما أشار إلى أن أولويات الميزانية تهدف إلى الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية وتعزيز القدرة الدفاعية لروسيا والاكتفاء الذاتي التكنولوجي. انخفض مؤشر أسعار المنتجين في إسبانيا في سبتمبر الماضي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تراجع تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 16.8%، وهو ما يعتبر أكبر تراجع شهري منذ أبريل من العام نفسه. في غضون ذلك انخفض معدل البطالة في إسبانيا إلى 11.21% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2008. تترقب الأسواق انتخابات الكونغرس الأمريكي التي تعد الأهم بالنسبة للاقتصاد من انتخابات الرئاسة. وينتظر الكونغرس بتشكيله الجديد قضيتين مهمتين، هما رفع سقف الدين الفيدرالي وإنهاء العمل بجميع التخفيضات الضريبية لعام 2017 بنهاية العام المقبل. على أعتاب البيت الأبيض تتركز الأنظار ترقبا لرئيس جديد يحكم أكبر اقتصاد في العالم، لكن ثمة منافسة أخرى تعد الأكثر استحواذا على اهتمام الأسواق، وهي انتخابات الكونغرس. وفقا لبنك الاستثمار تشارلز شواب، فإن اقتصاد أمريكا لعام 2025 سيتأثر بنتائج حسم السباق للسيطرة على الكونغرس أكثر بكثير من الفائز بالرئاسة، خاصة أن المشرعين سيواجهون قضيتين مهمتين هما سقف الدين والضرائب. والانتخابات تتضمن اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، وتصويت لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو. وفي مجلس النواب يتمتع الجمهوريون بهامش أغلبية قليلة، فهم يزيدون بأربعة مقاعد فقط عن الديمقراطيين، ومن الممكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر. أما مجلس الشيوخ فإن هامش الأغلبية الديمقراطية أصغر، فهو يزيد بمقعد واحد عن الجمهوريين، ويمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الجمهوريين أيضا في نوفمبر. الكونغرس غلق العمل بسقف الدين الفيدرالي حتى الأول من يناير 2025، ويتعين على الكونغرس رفع أو تعليق السقف بصورة دورية، إذ إن الإخفاق يؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها. تزداد حساسية الوضع نظراً لأن عدم اليقين بشأن موعد معالجة الكونغرس لسقف الدين والقلق من التخلف المحتمل عن السداد قاد تقلبات عدة في الأسواق خلال السنوات الأخيرة. الضرائب قضية أخرى مهمة تنتظر المشرعين الأمريكيين، فمن المقرر أن تنتهي جميع التخفيضات الضريبية لعام 2017 بما في ذلك ضريبة الدخل والتركة،
وغيرها بنهاية 2025. قضايا مهمة على طاولة الكونغرس في 2025، واقتصاد يعاني ضغوطا عدة في ظل أزمة عالمية، ما يجعل السياسات الحاكمة للكونغرس الجديد محط اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة والعالم، ربما أكثر من الحاكم الجديد للبيت الأبيض. بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. إيران تعلن مقتل جنديين اثنين خلال الهجمات الإسرائيلية. مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤكد عدم مشاركة واشنطن في الهجمات على إيران. 800 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على المناطق الشمالية من قطاع غزة على مدار 22 يوما. كنا معكم في هذه الساعة الإخبارية رعد عبد المجيد وأنا فيروز مكي، نشكركم على طيب المتابعة. شكرا لك فيروز، شكرا موصول لكم، إلى اللقاء.